كم جزء من القرآن الكريم تحفظه؟ مع الأسف مش كتير. كم جزء تقريبا؟ يعني جزء يعني في مقتطفات من كل جزء، بحب آيات معينة أحفظها لكن مش جزء كامل. قيمة أغلى ساعة يد تمتلكها؟ الساعات دايما بتجيلي هديه ما بشتريهاش، انما ممكن اقول لك تقريبا تقريبا في حدود مثلا 1000 جنيه. 1000 جنيه مش اكتر.